يلا بينا النهاردة الجولة هتكون عند جيلات عزة، لأنهم عاملين حاجة جميلة جدا وهي القنبلة، وانت عارفين ان انا اي مكان بيبقى فيه قنبلة لازم اروح نجرب بنفسنا. طبعا دي نظرة على المكان بسرعة كده، بس انا اللي يهمني هنا القنبلة، فيلا بينا نشوف القنبلة وحلاوة القنبلة. وعلى فكرة الجميل عندهم بقى ان انا لقيت القنبلة مختلفة جدا، وهي بالكريم كراميل مش برز ولبن، عندهم الاتنين بس انا قلت لازم نجربه كريم كراميل وهم رشحوها لي. وعلى فكرة ده شكلها مش عشان خاطر التصوير، وحرفيا انا غيرت رأيي على كل الكنابل اللي كلتها في حياتي قبل كده، كريم كراميل مفيش اجمل من كده، وعزة عملت دمار، فلازم تجربوا القنبلة بالكريم.